بس رجع لنا مرة أخرى داني جوردن رئيس اتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. يسعدني وجودي معكم. عايز أبدأ مع حضرتك من حيث انتهت الأخبار، وهي المشكلة اللي حصلت للنادي الأهلي في سان داونز أو في المباراة الأخيرة أمام سان داونز، وتعطل أتوبيس النادي الأهلي أو حافلة النادي الأهلي وقت يعني إنها كانت رايحة لملعب سان داونز. الأزمة دي عملت مشكلة بين النادي الأهلي وسان داونز، وسان داونز أصدر بيان في هذا الأمر. رأي حضرتك إيه؟ كان هذا حادث يتميز بسوء الحظ. يعتبر فرق النادي الأهلي وسان داونز من أفضل الفرق في أفريقيا. وهم يلعبون بأفضل روح رياضية لدى الرياضيون. ونحن نريد أن تكون هناك علاقات ورابط وثيقة بين الفريقين. نحن أصدقاء. ولا يجب أن يتم التصرف بمثل هذا الوضع حين يجيء الأصدقاء إلى بلادنا. وأنا أعرف فريق الأهلي منذ سنوات عديدة. هم أصدقاء لي. ولديهم مشاركات كبيرة. هذه الأشياء كان الأقدر بها ألا تحدث.